بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم، وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج تعليم الحجاج في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد، للعلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله، المتوفى 85,300,000. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم 3 أصول، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه 3 التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمدلة، وهي قوله الحمد لله رب العالمين، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وهؤلاء 3 من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر المصنف أن من الواجبات على كل مسلم مكلف تعلم 3 أصول، هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 3 واجبات على كل موصوف بوصفين: أحدهما كونه مسلما، والآخر كونه مكلفا. واسم التكليف يجمع عندهم العقل والبلوغ، فإذا صار العبد عاقلاً بالغاً سمي مكلفاً. وهذا الاسم من الاصطلاحات الحادثة الناشئة من اسم التكليف، والاسم الذي جعل للمخاطب بالأمر والنهي هو العبد، فالذي يتعلق به أمر الشرع ونهيه هو عبد الله. وهؤلاء لا يختصصن بالمسلم، فهي واجبة على كل أحد من الخلق، لكن ذكر المسلم باعتبار كون الكتاب مجعولا له، فهذا الكتاب مصنف للمسلمين خاصة، وما فيه من وجوب هؤلاء 3 على المسلمين لا يمنع أن جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربهم وعجمهم، مخاطبون بوجوب هؤلاء 3. فيجب على العبد أن يعرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ومنشأ وجوب هؤلاء المعارف 3 أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة وخلقنا لها، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وامتثال هذه العبادة لا يتأتى إلا بمعرفة 3 أمور: أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة،
فالعبادة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها لا تجعل لكل أحد، وإنما تجعل لمعبود وحده دون غيره. وثانيها أن الخلق مفتقرون إلى من يبلغهم عن المعبود، فالعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب للمعبود. وثالثها أن تلك العبادة المأمورة بها تتوقف على صفة إذا أداها العبد صار عبداً لله سبحانه وتعالى، فمدار العبادة في امتثالها على معرفة هذه الأمور الثلاثة. فمعرفة المعبود هي معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة المبلغ عنه هي معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة صفة العبادة هي معرفة دينه. فلا يتأتى لك أن تكون عبدا لله إلا بأن تعرف معبودك الذي هو الله، وأن تعرف الرسول الذي أرسل إليك لإبلاغك بهذا الحق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرف صفة عبادته سبحانه التي هي دين الإسلام. فصارت هذه الأمور الثلاثة وهي الأصول الثلاثة المذكورة في كلام المصنف مندرجة في اسم العبادة، فكل آية أو حديث فيهما الأمر بالعبادة ففيهما الأمر بهذه الأصول الثلاث، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فإنه أمر بمعرفة المعبود الذي تجعل له العبادة وهذه معرفة الله، وهو أمر أيضاً بمعرفة المبلغ عن المعبود وهذه معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمر أيضاً بمعرفة صفة العبادة وهي معرفة دين الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يعظم به قدر هؤلاء المعارف الثلاث فقال وهذه الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت. فالمرء إذا قبر مقعد في قبره ومسؤول من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في سلم الوصول وأن كلا مقعد مسؤول من رب ما الدين وما الرسول. فهذه المعارف الثلاث معظمة القدر جليلة الشأن ومنشأ تقديرها وتعظيمها من أمور ثلاثة ذكر المصنف واحدا منها. فأولها أن السؤال في القبر يكون عنها، فتسأل عن ربك وعن دينك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم. وثانيها أن الثواب والعقاب متعلق بها، أن الثواب والعقاب متعلق بها، فأفراد ما يناله العبد من ثواب أو عقاب على اختلاف تلك الأفراد يرجع إلى هذه المعارف الثلاث، فتارة يرجع إلى معرفة العبد ربه، وتارة يرجع إلى معرفة العبد دينه، وتارة يرجع إلى معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. وثالثها وقوع المطالبة بهن في الدنيا، وقوع المطالبة بهن في الدنيا، فإنه يجب على العبد أن يعرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم ما شغلت به الذمم وعلقت به النفوس معرفة هذه الأصول الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الأصل الأول سؤال، إذا قيل لك من ربك جواب، فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود، والرب هو المالك المتصرف، ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. سؤال، وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك جواب، فقل بآياته ومخلوقاته منها الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. سؤال، وإذا قيل لك وما الدليل على ذلك جواب،
فقل قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سؤال: وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله؟ جواب: فقل لعبادته وحده لا شريك له، وعبادته طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه. ومن أنواعها الدعاء وهو مخ العبادة، فلا يدعى غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والغائبين، فمن دعا غير الله فهو مشرك. والدليل قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم هنا هو الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ جواب: فقل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. سؤال: وإذا قيل لك كم أقسام التوحيد؟ جواب: فقل ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أن لا خالق ولا رازق إلا الله، وتوحيد الألوهية هو إفراده تعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. سؤال: وإذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى عنه؟ جواب: فقل أعظم ما أمر الله به التوحيد، التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. ودليل الأمر قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ودليل النهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سؤال: وإذا قيل لك ما أول ما فرض الله عليك؟ جواب: فقل الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله. ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. ومعنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك أو حكم بغير ما أنزل الله. والشيطان أكبر الطواغيت، وكل رأس في الضلالة كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات. لما ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب على العبد معرفة هذه الأصول الثلاثة: ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، شرع يبين هذه الأصول أصلاً أصلاً، وسلك رحمه الله في تبيينها مسلك السؤال والجواب، لأن من مسالك التعليم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلقاء السؤال وإبداء الجواب للتفهيم، وهذا واقع في أحاديث عدة، أشهرها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، إلى تمام الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند مسلم وحده من حديث عمر رضي الله عنه. فأخذ بهذا جماعة من أهل العلم فصنفوا في العلم على هيئة إيراد السؤال والجواب، ومنهم المصنف لمزيد الانتفاع
بهذه الجادة في حق أكثر الخلق، فإن ترتيب المعاني للناس فيما يلقى إليهم من العلم على هيئة سؤال وجواب يسهل وصول ما يراد من العلم إليهم. وابتدأ المصنف رحمه الله بالأصل الأول وهو معرفة الله، لأنه مقدم تلك الأصول الثلاثة وأعظمها، فأعظم المعارف المطلوبة من العبد هي معرفته ربه سبحانه وتعالى. ونظم المصنف تلك المعرفة المطلوبة في سؤالات وأجوبة، فقال رحمه الله: سؤال إذا قيل لك من ربك، ثم أجاب عنه فقال: فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود. فمن مشاهد ربوبية الله خلقه تربيته لهم، والتربية ترقية الخلق شيئا فشيئا، فيرقيهم الله سبحانه وتعالى بأنواع الكمالات الجسمانية والروحانية، فلأجل هذه الترقية سميت تربية، وصار الله سبحانه وتعالى ربا لأولئك المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى صار ربهم بتربيتهم بنعمته شيئا فشيئا. ومبدأ تلك التربية أنه سبحانه وتعالى خلقهم من عدم فجعلهم وجودا، والمقصود بالعدم أنهم كانوا غير موجودين، ثم أبدوا بصورهم الظاهرة في عالم الشهادة. ثم قال: والرب هو المالك المتصرف. وهذا أعظم معانيه، فقد تقدم أن اسم الرب في كلام العرب يدور على معان ثلاثة هي المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه، ذكره ابن الأنباري وغيره. ثم ذكر المصنف أن معنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ويروى هذا عن ابن عباس عند ابن جرير بإسناد فيه ضعف ومعناه صحيح، فإن الله عز وجل هو الذي يتوجه إليه الخلق بالعبادة فتألهه قلوبهم حباً وخضوعاً، فهو سبحانه وتعالى المستحق للتأليه وأن يكون معبود الخلق أجمعين. ثم ذكر سؤالاً آخر فقال: وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك، وأجاب عنه بقوله: فقل بآياته ومخلوقاته منها الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك، مبيناً الدليل المرشد إلى معرفة الله. وجماع هذا الدليل نوعان: أحدهما التفكر في مخلوقاته، والآخر التدبر في آياته. أحدهما التفكر في مخلوقاته، والآخر التدبر في آياته. والمقصود بالتفكر في مخلوقاته أي إرسال الفقه بالنظر فيما أبداه الله من أنواع الخلق، والمقصود بالتدبر في آياته النظر إلى غايات ما أنزله الله من الآيات الشرعية، النظر في غايات ما أنزله الله من الآيات الشرعية. فالتفكر متعلقه المخلوقات، والتدبر متعلقه الآيات الشرعية من الوحي النازل على الأنبياء وأعظمها القرآن الكريم. واقتصر المصنف رحمه الله على ذكر واحد من هذين الدليلين وهو التفكر في المخلوقات، لأن ذلك باد لكل أحد، فالناس قاطبة، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم لهم قدرة على إدراك ما بثه الله من شواهد العظمة والملك في مخلوقاته، فهو أيسر وصولاً وأسهل حصولاً في النفوس، ومنه ينشأ الإقرار بالربوبية، فإن العبد إذا نظر في ملكوت السماوات والأرض
فعرف أن تلك الكواكب لها مكوكب وتلك المخلوقات لها خالق هو الله سبحانه وتعالى، حمله ذلك على الإقرار لله سبحانه وتعالى بالألوهية. وكل مخلوق فإنه يعد آية، وكل مخلوق فإنه يعد آية ويسمى آية كونية. فآيات الله نوعان، أحدهما الآيات الشرعية وهي الوحي النازل على الأنبياء ومنه القرآن، والآخر الآيات الكونية وهي المخلوقات. ثم ذكر سؤالاً آخر فقال: وإذا قيل لك وما الدليل على ذلك؟ وأجاب عنه بقوله: فقل، قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخر الآية. فالآية المذكورة تدل على أن السماوات والأرض خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله هو خالقها فهو المستحق أن يكون معبود الخلق. وأوسع أودية تقرير الألوهية في القرآن هو تقرير الربوبية، حتى قال صاحب كتاب مذاهب السلف: إن في القرآن 500 آية في الربوبية، أي في هذا المعنى. ذكره ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. وملئ القرآن بهذا لأن العبد إذا وقر في قلبه أن الربوبية لله بملكه وخلقه ورزقه وتدبيره، حمله ذلك على الإقرار بأنه سبحانه وتعالى هو المعبود حقا. وقد قيل لأعرابي: هل تعرف الله؟ فقال: نعم. فقيل له: بما عرفته؟ فقال: بلسان ابن الصحراء. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وأراض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الواحد القهار سبحانه وتعالى؟ فمن أمعن النظر في الربوبية حمله ذلك على الإقرار بأن العبودية تكون لله سبحانه وتعالى. فلا يجعل العبد شيئا من عمله قل أو كثر لغير الله عز وجل. فصلاته لله، وصيامه لله، وحجه لله، ودعاؤه لله، واستغاثته لله، وذبحه لله، ونذره لله، لأنه سبحانه هو المستحق للألوهية بما بين لنا من شواهد الربوبية. ثم ذكر المصنف سؤالاً آخر فقال: وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله؟ وأجاب عنه بقوله: فقل لعبادته وحده لا شريك له، وعبادته طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه. جامعاً أمرين في جوابه، أحدهما بيان الحكمة من خلقنا وهي عبادة الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل لم يخلقك لتأكل، ولم يخلقك لتشرب، ولم يخلقك لتركب، وإنما خلقك الله سبحانه وتعالى لأمر واحد هي عبادته عز وجل. والثاني بيان معنى العبادة في قوله: وعبادته طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه. وتفسير العبادة بمعنى الطاعة باعتبار أنها الأصل الذي تنشأ منه، فإن من أطاع الله عبده، فإن من أطاع الله عبده. فما يقع في كلام جماعة من أهل العلم من تفسيرهم العبادة بالطاعة منشأه أن الطاعة مبتدأ العبادة وغراسها، فإذا أطاع العبد ربه عبده، فإن من كان لله مطيعا كان له عبدا، ومن كان عاصيا لله نازعه في عبادته إما في أصلها وإما في بعض أفرادها. وحقيقة العبادة شرعا هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع،
امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. فإذا امتثل العبد خطاب الشرع وكان امتثاله مقروناً بحب الله وتعظيمه والخضوع له فتلك حقيقة العبادة. وهذا هو المعنى العام للعبادة. وقد تطلق العبادة على معنى خاص وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالعبادة شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف في جوابه هذا شيئا من أنواع العبادة، فقال: ومن أنواعها الدعاء، وهو مخ العبادة، أي أساسها ولبها وغايتها. فلا يدعى غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والغائبين، فمن دعا غير الله فهو مشرك. وذكر المصنف رحمه الله الدليل من القرآن على ذلك، وهو قوله تعالى: ولا تدع من دون الله الآية. وهذه الآية تدل على تحريم دعاء غير الله وأنه شرك أكبر من وجهين، أحدهما في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا نهي والنهي للتحريم. والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي إن دعوت غير الله صرت من الظالمين. والظالم في أعلى مراتبه هو الواقع في الشرك، فإن الشرك يعد ظلما، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لما فيه من هضم الربوبية وانتقاص الله عز وجل في حقه في العبادة والألوهية. فدعاء العبد غير الله سبحانه وتعالى فساد في العقل ومحرم في الشرع. ففساده في العقل أن العبد يدعو من لا يضره ولا ينفعه، والمرء لا يدعو أحداً إلا رجاء نفعه وخوف ضره. فإذا كان لا يملك ذلك المدعو نفعاً ولا ضراً فلا فائدة من دعوته، وهو فاسد في الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك شركاً، وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم ذكر سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ وأجاب عنه بقوله: فقل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي هذا دليل كون الحكمة من خلقنا هي عبادة ربنا. فقوله تعالى: إلا ليعبدون، اللام فيه للتعليل، فالخلق من الجن والإنس خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجل عبادته. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير يعبدون: أي يوحدون. وهذا التفسير له وجهان، أحدهما أنه تفسير للعبادة بأخص أفرادها، تفسير للعبادة بأخص أفرادها. فأعظم العبادة وأعلاها قدرا توحيد الله، والآخر أنه من تفسير العبادة بما وضعت له شرعا وهو التوحيد، أنه من تفسير العبادة بما وضعت له شرعا وهو التوحيد. فاسم العبادة إذا وقع في خطاب الشرع أريد به التوحيد، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه، قاله ابن عباس، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما. فكل آية مشتملة على ذكر عبادة الله فالمراد بها توحيده،
ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة فهو التوحيد. كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة فهو التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. فمثلا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، معناه وما أمروا إلا إيش؟ ليوحدوا الله. وقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، معناه فوحد الله مخلصا له دينك. ثم ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم أقسام التوحيد؟ وأجاب عنه بقوله: فقل ثلاثة، توحيد الربوبية إلى آخر كلامه. وهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع التوحيد بما يجب لله على العبيد، أنواع التوحيد باعتبار ما يجب لله على العبيد. فيجب على العبد أن يوحد الله في ربوبيته، ويجب على العبد أن يوحد الله في ألوهيته، ويجب على العبد أن يوحد الله في أسمائه وصفاته. وذكر هذه الأنواع الثلاثة موجود في كلام جماعة من المتقدمين كابن حبان في مقدمة روضة العقلاء، وابن جرير في تفسيره، وابن منده في التوحيد، في آخرين. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يبين حقيقة كل نوع منها، فقال في توحيد الربوبية: فتوحيد الربوبية أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. وهذان المشهدان الخلق والرزق من أعظم مشاهد الربوبية التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم. قال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها. وصنوهما الملك والتدبير. فأعظم مشاهد الربوبية المكررة في القرآن أربعة: أولها الخلق، وثانيها الرزق، وثالثها الملك، ورابعها تدبير الأمر. من يعيدها؟ نعم، هذه شيء واحد ولا أربعة؟ ما تكون كذا في كلام العرب، لازم تقول الأول الخلق، والثاني الملك، والثاني الرزق، والثالث الملك، والرابع تدبير الأمر. فهذه أعظم مشاهد الربوبية، واقتصر المصنف على اثنين منها. وحقيقة توحيد الربوبية شرعا أنه إفراد الله بذاته وأفعاله، إفراد الله بذاته وأفعاله. فيعتقد العبد أن ذات الله واحدة، وأن له سبحانه وتعالى الأفعال الكاملة من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والبعث والنشور. وأما توحيد الألوهية فذكره المصنف بقوله: هو إفراد الله تعالى بالعبادة، أي حقيقته الشرعية أن تفرد الله بعبادتك، فكل عبادة تكون منك تكون لله سبحانه وتعالى وحده. وأما توحيد الأسماء والصفات فبينه المصنف بقوله: أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفياً وإثباتاً. وحقيقته الشرعية الجامعة أنه إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذان مذكوران في قول المصنف: أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه، فإن الوصف باعتبار الوضع اللغوي تندرج فيه الأسماء الحسنى، فإن الوصف باعتبار الوضع اللغوي تندرج فيه الأسماء الحسنى. فقول المصنف: أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه، أي أن يثبت ما له من الأسماء الحسنى والصفات الإلهية. فكلاهما باعتبار الوضع اللغوي تعد وصفا لله عز وجل، والوضع الشرعي جعل لله أسماء وجعل له سبحانه وتعالى صفات.
فقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: وله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فنزه نفسه عما يصفه به المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفه به ربهم سبحانه وتعالى من النقص والعيب. ومحصل ما تقدم أن أقسام التوحيد وأنواعه باعتبار ما يجب علينا لله ثلاثة: أحدها توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بذاته وأفعاله، وثانيها توحيد الألوهية، وهو إفراد الله في العبادة، وثالثها توحيد الله في الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومدار الأسماء الحسنى والصفات العلى على خبر الله سبحانه وتعالى. فإنك أنت لو رأيت أحداً في عالم الشهادة لم تعرف اسمه من قبل، لم يمكنك أن تناديه باسمه إلا بعلم تعلمه. والله سبحانه وتعالى غيب لا نعلمه إلا بوحي، مما علمنا سبحانه وتعالى في قرآنه، أو علمنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا الباب نفياً وإثباتاً مداره على ما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلاً لو قلنا: هل الله يظلم أم لا يظلم؟ فطريق علمنا بذلك إيش؟ النقل. قال تعالى، يعني القرآن، قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، في آيات أخرى. وكذلك إذا أردنا أن نعرف هل من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم، كان المفزع إلى الوحي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: الله لا إله، في آخر سورة الحشر قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، في آيات أخرى في هذا المعنى. ثم ذكر المصنف سؤالاً آخر فقال: وإذا قيل لك: ما أعظم ما أمر الله به، وما أعظم ما نهى عنه؟ وأجاب عنه بقوله: فقل: أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. وهذا الجواب مشتمل على أمرين: أحدهما بيان حقيقة التوحيد والشرك، فالتوحيد شرعاً في قوله إفراد الله بالعبادة، والشرك شرعاً في قوله دعوة غيره معه. وهذان المعنيان هما المعنيان الخاصان للتوحيد والشرك. فالتوحيد شرعاً له معنيان: أحدهما عام، وهو إفراد الله بحقه، إفراد الله بحقه. وحقه سبحانه وتعالى نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في القصد والإرادة والطلب. إفراد الله بحقه وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في القصد والإرادة والطلب. والآخر خاص، وهو إفراد الله بالعبادة. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وأما الشرك فله معنيان شرعاً أيضاً: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره. والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. والأمر الآخر الذي ذكره ما بيّنه أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وذكر الدليل على ذلك. فقال: ودليل الأمر قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا النفي الواقع بعده استثناء يدل على حصر الأمر في هذا، وأن أعظم ما أمروا به هو عبادته سبحانه وتعالى. وما ذكر بعده في قوله: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هو تابع لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالله لا يقبل صلاة
ولا زكاة لا يكون صاحبها موحدا الله. وأما دليل النهي فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب على رجاء مغفرة إلا الشرك فإنه لا يغفر للعبد إن لم يتب منه، وإذا كان كذلك فهو أعظم منهي عنه، لأن كل نهي خالفت فيه أمر الله فإنه يرجى أن تسعك رحمة الله فيغفر لك، إلا الشرك فإن الله لا يغفره للعبد. ثم ذكر سؤالاً آخر فقال: وإذا قيل لك ما أول ما فرض الله عليك؟ وأجاب عنه بقوله: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية إلى آخر كلامه. فأعظم ما فرضه الله على العبد هو أن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. وذكر المصنف في ذلك دليلين، أحدهما قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أرسلنا إلى كل أمة رسولا، مرادهم في دعوتهم هو المذكور في قوله تعالى: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتناب الطاغوت هو الكفر به، فأصل الاجتناب هو المباعدة، وأعظم المباعدة هي الكفر بالطاغوت. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وذكر تفسير العروة الوثقى بقوله: وهي لا إله إلا الله. وثبت هذا عن جماعة من السلف، فسروا العروة الوثقى بأنها لا إله إلا الله. وأصل العروة ما يتعلق ويستمسك به، وأصل العروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى. فأعظم ما يستمسك به العبد في النجاة هو توحيده الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فقال: ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، فيكون قلب العبد معقود على أن العبادة لا تصلح إلا لله وحده، فهو المستحق لها، وغيره لا يصلح أن يكون معبودا دونه. فإن الذي يخلق ولا يخلق ويرزق ولا يرزق ويملك ولا يملك لا يصلح أن يكون معبودا. وذكر معنى الكفر بالطاغوت فقال: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. فيعتقد العبد أن كل عبادة تجعل لغير الله سبحانه وتعالى فهي عبادة باطلة. فإذا عظم في قلبك ما يجعله المشركون والكفار على اختلاف كفرهم وشركهم من أنواع البر والإحسان، كرعاية اليتامى وإطعام الجائعين وإغاثة الملهوفين، فاعلم أن كل هذا الذي يفعلونه لا يساوي عند الله شيئا، وأنه يكون هباء منثورا يوم القيامة، لأنهم لم يأتوا بحق الله وهو توحيده سبحانه وتعالى. فقليل العمل مع التوحيد كثير، وكثير العمل مع الشرك إيش؟ لا شيء، ليس قليل، لا شيء، لا يجعل الله لهم شيئا. ولذلك من أعظم منافع التوحيد أن الله يكثر به الحسنات ويرفع به الدرجات ويكفر به السيئات. ومن قبائح الشرك أن العبد لو عمل عملا عظيما لم يعمله غيره وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه يأتي وليس له عند الله حسنة، فإنهم يجازون بما يفعلون من الحسنات في الحياة الدنيا كما ثبت في الصحيح. فإذا وفدوا على الله لم تكن لهم حسنة لقباحة شركهم بالله سبحانه وتعالى.
ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى الطاغوت، فقال: الطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك أو حكم بغير ما أنزل الله، والشيطان أكبر الطواغيت، إلى آخر كلامه. وأصل الطاغوت أنه مبالغة من الطغيان، فهو فعلوت منه. والطاغوت له معنيان شرعا، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان. فإذا ذكر الطاغوت في القرآن مفردا فالمراد به الشيطان، والآخر عام وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قاله ابن القيم في إعلام الموقعين، قاله ابن القيم في إعلام الموقعين، وعده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أحسن ما قيل في حده، وتبعه صاحبه سليمان بن سحمان رحمهم الله. وعلامته في القرآن أن يذكر الفعل معه مجموعا، أن يذكر الفعل معه مجموعا، ومنه قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهم أفراد كثيرون يجمعهم الوصف المتقدم أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ورد المصنف عظم جناية الطواغيت إلى نوعين، ورد المصنف عظم جناية الطواغيت إلى نوعين، أحدهما أعظم الجن غواية وإغواء وهو الشيطان، أعظم الجن غواية وإغواء وهو الشيطان، والآخر أعظم الإنس غواية وإغواء، أعظم الإنس غواية وإغواء، وهو كل رأس في الضلالة، كل رأس في الضلالة، كالدعاء إلى عبادة الأموات، كالدعاء إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات. فهؤلاء أعظم الطواغيت شراً،